رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية محمد حسين الوبل أو كل لغاتي مدعوين ياشا دولة قولتي ذا قل مدوك أحمد عبد كاريا غرغور كونفرق البيت عبد عسيس حسن محمد لفت قريب هرشبل علي قود لابا حسين هي قدوميها قول كبنادر أهنا دوخ مقدشو عمر محمود محمد عمر فنيش ايا كل باقا إن حكومة دا إيقو آستي إن لقودو قلو هرقلين تدوري شونغا سيعان وقتي قلو قلو من شعب الصوماليات كرئيس الوزراء هان مركي عام كالسوري ده ودي سنة يقولها الشعب كوحن بلن قاضي إنان دلك جارسيو دورش اللي بدن يهي وجو نبدون كوقب صمت كلان كيان إيه مدحوينيها قل مدود مدوني أحمد عبد كاري أن كو يراني مقالات قاكايو وحن سلسو قاضن مي إنو كالين كبقيستو ولا هذا اللي ده لقو حلين عيو تبشوين كأيقبان دولت قبل ديدا بنت اللان يجوب اللان وحن مرربهم كو العلي إن أي البابيدين الفرويين عدوى البقوة تواشقبتا آنا الديار واهي هذي يجير إنان تحقليو أركتيدة كالدوان إلا حريرة فلين تهشيسكي دورشوينكي أفراعيدي لغو هشيي سيدو كالي سعودان لغي دي أن كتاقي معمولة دا كونفرق البيت بنتلان إيا قلمدوك وحي قيبك أهايين دادال لدي أن كدوني إن دالك دورشو لوجيه يو وحي تبشوين أهنا سيحل كسلم عليه إن لغة وذا حاجوده شعبك سوماليه وحن مانت المهم وقه إن لحوجيه دولد بسكو ذا يهور مركة أي حقيجيان سنده اللي صعد عفي ستاس لغة قول قارو أو أفرت سنبه مر أي دورشو بافرون دالك وقب سونتو وإن لمانتين آن او استاقنا سيدي داقن كدو مغرادي ذا لوسي أتكين لها سيدا درتت ولا ليال حكومة دا فدرالك الصومالية وحي قو عن ستاي إلا قدو قلو هيرقلين تدورو شوينك سي آن وقت كالي لوغالو من شعبك الصوماليات لوغانا فقادو حالا وحي عرقلدين كرا فنين تهشيسكي دورو شوينك اللي قاري مقاريد مقدشو تضمي ثمانكي سبتمبر لابدو كل يلا باتنكي آد أيوال مهسنتي بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لانك كلمة دحوينها دولة قبلاتك قل مدوك أحمد عبد كاري خرقور أو كوهر ليه مقعة مدح ده مامول قولي تدا يا إسنا أريم الدور أحكاهد لي وحا تشيري وده هذا الله كسابسا حالو هليستا أريمها الدور شوينك وان تدبادية دي لسوضع في كتغي مغالوينك كالكايو قروو إيا مقدشو سيلا إسوكو صوت دوويو أركتيادة كالدوان يلغا قبو سيدي دور شوينك دالكا خورن لوگو سی بودی لها انا جا او تاس که دوره ایه وحان گود دیگه دورشو این که هر فدرال که عدسه دی این ای مدد دبور دیگان چدور که دورشو این که سی فرصان لاسی ایه حالین تا تبشو این که ای قبان دورد گباده دیگه دا پونتولان چوبالان یه سیاسی این تا کاله این تاس که دیب waxaan wada hadalay maalmo socday la yeeshay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Saciid Dani iyo Ahmed Madobe saaxiibaday waxaan uga mahadcelinayaa in ay iga aqbaleen inaan ka wada shaqeyno sidii xal waara loo gaari lahaa arrimaha lagu kala aragti duwan yahay ee doorashooyinka ay ku qabsoomi lahayd waqtigeeda رئيس الوزراء ayaa maalmaha ani waday kulan uu la qaadanayay mas'uuliyiinta xisbiyada dalka iyo madaxda maamulka goboleedyada dalka oo uu kala hadlayay sidii loo wajahi lahaa doorashada dalka ka dhacaysa soo socota ee ku aadan Febraayo 2022 Zakariya Usmaan Abdi Radio Television City Jawhar